السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ احلى مشاهدين في الدنيا، وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعيدة. عملنا وصفات كتير جدا للشعر، وفي الفترة الاخيرة اهتمينا بالحاجات بتاعة الشعر بزيادة، عشان خلاص كل سنة وانتم طيبين، المدارس على الابواب، فعاوزين حاجات كده تكون جميلة لشعر ولادنا، شعرهم ما يهش خلال المدرسة، الشعرية تبقى مفرودة، ريحة شعرها تبقى حلوة. فهنعمل النهاردة سيرم حلو جدا. امبارح انا وباشمهندس سيف يوتيوبر وصفة وتركيب عملنا سيرم قنبلة. ياللي ما جربت السيرم امبارح اللي نزل على القناة فاتك كتير جدا جدا جدا، والله العظيم حاجة كده للشعر، تحس ان الشعرايه بتتنفس حرفيا، حاجه كده تحفه، كاني بالظبط شعرايه مكويه، شعرايه صحيه. اللي ما شافش السيرم بتاع امبارح يكتب لي في التعليقات ابعته له، او انت خدي جوله في القناه وشوفيه. هنصلي بقى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبشكر كل اخواتي اللي بيطمنوا على ايدي. الحمد لله يا جماعه، الحرق صعب جدا فوق ما تتخيلوا، وطبعا غلط ان انا الف اللفه دي، بس عشان ما حدش يتاذى من المنظر ادعوا لي، لاني محتاجه الدعاء حرفيا. اول حاجه عايزينها في الوصفه بتاعه السيرم بتاع النهارده حاجه غريبه، هي الميه. ميه هنعمله بالميه، اي رشه هنعمله بالميه، بس طبعا مش هنفع ان انا افتح الحنفيه كده واخد منها ميه مباشره بالكلور والاملاح والحاجات الغريبه اللي فيها. عاوزه ميه تكون مقطره، لا اما حضرتك بتاخديها تحطيها على البوتاجاز تغليها لحد لما تبرد هنشتغل بيها، او ان حضرتك بتجيبي لي ميه من الفلتر. يبقى انا بحطها تغلي او بجيب ميه من الفلتر، واول ما بتبرد بالمنظر القمر ده باخدها اشتغل بيها الوصفه بتاعتي. عاوزه اعمل سيرم سوفت كده زي الغالي اللي بيتباع بره ب 500 و600 وحاجات كده، لا ده انا هعمله النهارده بحاجه بسيطه جدا جدا جدا. تمام تمام تاني حاجه معانا يا امارات بقى، الا وهي شويه من جل الصبار. جل الصبار انا كنت عاملاه لك فيديو، قلت لك ازاي تعملي جل الصبار الصناعي دوت في البيت، يعني احنا ازاي نحول الصبار العادي للصبار اللي بالمنظر ده. لو انت عايزه الفيديو ده اكتبي لي يا رشا، ابعتي لي طريقه تحويل الصبار العادي للصبار ده. تمام كده يا نور عيني، تمام كده. هناخد منه قد ايه؟ ولو ما عندكيش هقول لك في الاخر ايه البديل بتاعه. تمام، لحظه واحده. عايزه اعلق المايك عشان اعرف اتعامل، مش عارفه اهو استالي كده كويس كده، سامعين؟ اهو كده تمام قوي. هنفتح بقى جل الصبار، تمام، وناخد منه كده معلقه كبيره هنحطها هنا، ماشي، ونقلب لحد ما كله يتجانس مع بعضه. الناس اللي بتيجي في التعليقات تقول لك احنا يا رشا رحنا نجيب جل صبار، بصينا لقينا مكتوب عليه للبشره، ماشي، بتاعش بشره ممكن تجنديه للشعر عادي جدا، مش هيقول لك لا. تمام، المفروض بنقلب في شوكه، بس هناخد حبه كمان وبعد كده هنقلب بشوكه. خلي بالكم المعلقه اللي معايا دي المعلقه الصغيره بتاعت الشاي، تمام، انا خدت منها اهوت معلقتين على كوباية المية ديت. تمام، هقلب بقى بشوكة علشان خاطر كله يدوب في بعضه اهو. جل الصبار طبعا مش محتاجة ان انا اكلمك عنه وعن فوائده للشعر. جل الصبار من الحاجات الرهيبة جدا اللي بتدي شعرنا تنعيم وترطيب وحاجة كده رهيبة، فخصوصا الناس اللي عندها ولادها رايحين مدارس مش عايزة شعر بنتك يهيش، فلازم طبعا شوية من جل الصبار. تمام كده، تمام كده، هاخد برضو شوية كمان عشان يبقى بس قوامه كده امور. تمام، يبقى كده حطيت كوباية من المية عليها 3 معالق من جل الصبار، هنقلب بقى كويس جدا لحد ما كله كده يتجانس ويدخل في بعضه. تمام كده يا اماراتي، تمام كده. تاني مكون بقى معانا في الوصفة النهاردة، ألا وهو عاوزة شوية من الجليسرين. برضو الجليسرين من الحاجات الرهيبة جدا اللي بتنعم معانا الشعر وبتديكي ترطيب حلو. لو أنا ولادي رايحين المدرسة عايزة شعرهم ما يهش، عايزة شعرهم كده ما يبانش مقصف وقمر كده، يبقى أحط شوية من جل الصبار وهحط معاهم شوية من الجليسرين لزوم كده التنعيم، وفي نفس الوقت بعمل سيرم زي ما قلت لك الغالي اللي بره القمر اللي برقم ده، انا بعمل سيرم زي بتاع بره واحلى كمان. تمام كده يا نور عيني اهوت،
الفلاش بتاع الموبايل قفل، هنقلب اهوت. بصوا القوام بتاعه ما شاء الله قمر اهو، هوريه لكم برده في الاخر بعد ما نحط كل المكونات. هجيب الشاحن بتاع الموبايل وارجع لك تاني. طيب احنا كده حطينا كل حاجات الترطيب، حطيت جليسرين عشان يديني ترطيب اكتر، حطيت جل صبار عشان يديني ترطيب اكتر، وزودت زي ما انتم شفتوا كده ميه علشان خاطر تبقى حاجه سوفت كده وخفيفه على الشعر. هعمل ايه تاني او هزود ايه تاني؟ عاوزه بقى ازود حاجات تطول معايا الشعر. ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها كده تطول معايا الشعر شويه؟ وهو يا نور عيني اول مكون شويه من زيت حصى البان، او بنسميه زيت الروزماري، او بنسميه زيت اكليل الجبل على حسب ما انت بتقوليها ببلدك. حصى البان هو نفسه الروزماري، هو نفسه اكليل الجبل. لما كلمتك قبل كده وقلت لك هو الزيت رقم واحد على المجره في تطويل الشعر. هاخد منه هنا كده يا روح قلبي حبة صغيرين احطهم على الخليط دوت اهو في حدود غطا كده، هحطه هنا على الوصفة دي. وممكن تعملي حاجة كويسة جدا، لو انت عندك زيت الخروع تمام ممكن تستخدميه بدل زيت اكليل الجبل. قلنا قبل كده ان زيت الخروع او زيت اكليل الجبل الاثنين تحفه جدا في تطويل الشعر او انبات الشعر. عايز اعمل ميكس اخد نص غطا من ده واخد نص غطا من ده، مفيش مشكله كده ينفع وكده ينفع تمام كده. يبقى اخد نص غطا من ده مع نص غطا من ده، او غطا واحد من ده او غطا واحد من ده على حسب اللي عندك، بس ما تكتريش زيوت لان انا عاوز اعمل حاجه سوفت كده حرفيا. هقلب بقى كويس شوية الزيت اللي احنا بيوقع مش مشكلة. هقلب بقى شوية الزيت اللي احنا حطناهم تمام كده روعة جدا. هحطه بقى يا نور عيني في اي بخاخ عندي علشان استخدمه. عايز اقولك ان قوامه تحفة جدا، بص قوامه عامل ازاي، هو مش مية، هو بصي قوامه سوفت قوي وقمر. تخيلي بقى كده نفس السيرم اللي احنا بنشتريه من بره، او حتى ثواني احطهولك هنا على ايدي. بص عامل ازاي، مش خفيف، يعني الناس فاكره ان هو خفيف، مش خفيف ولا حاجه، نفس قوام السيرم اللي احنا بنشتريه من بره تمام كده. منظره تحفه جدا اهو يا قلبي زي ما انت شايفه كده، نفس السيرم الغالي اللي انت بتشتريه من بره برقم اهو. بص المنظر تحفه جدا، مفيش احلى من كده تاني. هما 3 معالق جل صبار مع شويه الزيت بتوع التطويل مع شويه جليسرين وخلاص، بسيط جدا ما كلفناش اي حاجه، بس النتيجه بتاعته حرفيا فوق الخيال، والنتيجه بتاعته روعه. بستخدمه ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده ما يبقاش شعري كله فازلين وكله مدهن وكله كريمات واستخدمه، لا شعري يبقى نضيف وغسله بروح حطاه على شعري. بتحطيه لبناتك وهم رايحين المدرسه، بتحطيه انت على مدار اليوم، النتيجه بتاعته فوق الخيال. بصي اهو نفس اللي انت بتروحي تشتريه من بره برقم، عملناه بحاجه بسيطه جدا. عايزه زي ما قلت لك تدعميه اكتر وتحطي الخروع مع الروزماري، قشطه جدا، واحد بس مفيش مشكله، ما تكلفيش نفسك اللي موجود عندك في البيت حطيه. وصفه سهله جدا هتديكوا نتيجه رهيبه جدا للشعر. الناس اللي بتبقى عايزه سيرم نفس بتاع بره اهو عملناه لكم. الناس بقى اللي مش عايزه حاجه فيها جل صبار، البديل بتاعها هتلاقي الوصفه اللي احنا عملناها امبارح مع باشمهندس سيف، ما كانتش بجل الصبار، كانت بمكونات بسيطه جدا، بس كانت النتيجه بتاعتها حاجه كده اقسم بالله فوق الروعه. شوفي الوصفه بتاعت امبارح وشوفي وصفه النهارده واختاري اللي يعجبك حسب المكونات اللي موجوده عندك في البيت. الناس اللي لسه ما عملوش تعليقات، تعليقات بالله عليكي ولايك، ويختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.